السلام عليكم اعزائي الكرام، اعزائي المشاهدين ومتابعين تليجراف مصر في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. ما زلنا بنتابع مع حضراتكم طبعا محاوله استخراج الباقي من تحت الانقاض. كمان تم استخراج ثلاث جثث وتم المصابين، والمصابين تم التوجه بهم الى مستشفى اسيوط. زي ما احنا شايفين وزي ما احنا متابعين، دي محاولة طبعا استخراج الباقي من الضحايا. السلام عليكم. قول لنا معلش، واحنا بنتابع طبعا المشهد ده والحادث ده، ايه اللي حصل؟ انتوا سمعتوا الخبر ازاي؟ انا زارنا على واد خالتي بالصدفه، لقيته بقول له في ايه يا كريم، امك عامله ايه؟ قال لي البيت وجع بامي وخالتي وعيال خالتي واخواتي، فلسه سامعين حالا يعني. لكن ما تعرفوش ايه سبب الانهيار؟ ما نعرفش. ما تعرفوش؟ لا. طيب هل عندك علم كام حد لسه تحت الانقاض؟ احنا الاسامي اللي طلعت اللي هم كتبوها مفيش حد منهم تبعنا. مفيش حد منهم تبعنا. ولا خالتي ولا عيالتي ولا اي حد. الفطور الارضي هم اللي تبعنا. بس الحاجه دي الفطور الارضي. أيوة. معنى ان الحاجه دي بتاعتنا. المرتبه دي معنى كده ان هم لسه تحت. تمام. فهماني؟ فاهمه حضرتك. مفيش اي تواصل خالص طبعا. مش عارفين. مش عارفة اتواصل بيهم، محدش بيرد والتليفونات اتقفلت. كما نشاهد شايفين رجال الحماية المدنية بتعمل بأقصى مجهودها لاستخراج الباقي. كان معانا أحد أقارب الضحايا، قالوا إن في الأسماء اللي خرجوا في المصابين وكمان الأسماء المتوفيين، دول لسه مش المتوفيين فيهم حد تبعكم ولا المتوفيين، ولكن هم للأسف مكانهم كان في الدور الأرضي يعني الدور الأول. فطبعا العقار كمان 4 ادوار، فانهار ال4 ادوار تماما زي ما احنا شايفين، العقار اتساوى تقريبا بالارض. بنحاول احنا بنرصد لحضراتكم في التليجراف الصورة الكاملة طبعا من الاعلى، من اعلى نقطة في العقار، من اعلى نقطة في العقار المقابل له. بنحاول نرصد لحضراتكم طبعا المشهد من اعلى منزل اخر. ايه سبب الانهيار؟ محدش كنت عارفه. طيب ايه المنزل ده؟ كان مثلا متصدع في حاجه، جه مثلا وقت قالوا ان لازم نخلي المنزل؟ والله انا ما اعرفش حاجه. احنا كنا عارفين، رن على ابن خالتنا بقول له في الدنيا عندك؟ قال لي البيت. تمام. بس ما اعرفش اي حاجه. الو.